أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في درب الغضب، المواجهة النارية كما رأيتم ليست كمواجهة الكلاسيكو، فهنا يسنتر فريق فريق ايش هذول؟ فريق التفاضل ويعطوا الكرة لفريق التكامل. الله على أخلاقكم مكة، كرة خطيرة جدا لسه بداية المباراة. يا سلام أبو الأصفر، هذا نسيت اسمه بس لعيب، يا سلام عليك. ركني من مكان خطير، ركني من مكان خطير يا شباب. خلينا بس اعرف عن تاريخ المواجهه. ادبل، يا سلام، ضاعت. عطني يا مخرج، عطني اياها يا مخرج، نعيدها. اوه ماي جاد. على العموم هذا اللاعب اسمه بشروال ويتنافس عليه فرق اوروبا كامله يتنافس عليه، وقاعد زي شوال البطاطا. تعود خطيره جدا الى مين؟ ها احا، شو هذا؟ ايش المسخره هاي؟ انه درب الغضب يا جماعه، درب الغضب، غاضب من بدايته. بلايل ما بلايل، الركنيات ما ركنيات، يا سلام. قلت له مين؟ قلت له مين؟ ايش في هذا اللاعب الذي بحوزته الكره؟ فني لقد لبسهم هدف. يلطم او ايش طبيعي هدف تلطم؟ هاي هذا باص، الله لا يطرز لك. النجم ابو سروال يمسك الكره لكي يحاول ان يحاول اي شيء. المهم يا سلام على الباص، يا سلام. يا اله يا اله، والله بلعب مع خشبات، والله بيعطيهم بساط وبحاول قد ما يقدر وهم خشبات على الفاضي. انظر خشب، نفس الارجنتين الله وكيلكو. يا سلام عليك، اعطي كره لابو سروال. ابو سروال سدد، ما سدد. تعود خطيره جدا، انفراد الى الاستاذ. استاذ ايش يا استاذ؟ انت استاذ المفروض تحطها بعقل. عموما هذه المواجهه لها تاريخ عريق من سنه 2011. هدف مباغت لي ولكم وللجميع. طب يا شباب خلينا نحكي عن تاريخ البطوله، خلينا نحكي اسماء اللعيبه قبل ما فيها طوالي. انتم خطيره ولا وزيل؟ خطيره ولا وزيل؟ تعود مرتده جدا خطيره، يا سلام عليك. ابو الاصفر هذا مدافع كويس، اعطيها طب الاحمر، يا سلام، راوغه مثل الخريه، يا سلام هيك. ضيع ركنيه من مكان خطير لفريق التفاضل. سدد من وين جه؟ دقيقه ايش في؟ مين هذا؟ متى دخل هكر يا شباب؟ علي طلاق هكر. تعود خطيره جدا من اللاعب الهكر الذي دخل حديثا ولم نعرف من اين دخل. يعطي باص ولكن المدافع الشرس ابو سروال. لا، وقف اللعب. ضربة في دفتر العيلة. أوه ماي جاد، أين الإسعافات الأولية والطبيات المطبطبة؟ شباب الزلمة بنازع أي شيء. والله كنت أتوجع، والله شوفوا شو صار فيه، كل شيء تحطم فيه، حتى إني قعدة فالفيردي. تعود خطيرة لفريق التفاضل، يا سلام على البلي، لا يا سلام، ولكن الحارس القصير المكير لها بالمرصد. هل انتهت الخطورة؟ لا لن تنتهي، فهي ركنية من مكان خطير مثل ما قال يوسف سيف. اوه ماي جاد، هذه الركنية من مكان خطير، هذه لقد كذبتم يوسف سيف والدكتور ماجد العدوان حينما قال الركنية من... هذه الركنية من مكان خطير. اركض يا حبيبي خسران، امشي، حرك لعب. الله لا يطرز لك يا ابو الاصفر. شو اسمه هذا؟ اسمه مش مكتوب عندي بالسجلات. يا سلام، اعطى للامان ابو سروال، مأمن عليه. يا سلام على البساط، يا عمي والله تكتيك. انا انهبلت الصراحه، لا انا عارف احكي اسماء لعيب ولا عارف احكي عن التاريخ ولا عارف احكي عن حارس. كسروا. زعل طلع برا، يي زعل. وبتستحمل ايش مزاح؟ يا علينا، وكلها خطه صغيره. تعود الى اللاعب ابو الاحمر. كيف؟ اوه ماي جاد، يا الله على بساطك وحركاتك. والله اللاعب يستاهل مكان احسن من هذا، ولكن شكله جار عليه الزمن واضطر. طلع يا عمي بيعطي لخشبات. خطيره جدا من اللاعب. وين رايح معاذ؟ يا معلم هسه كنت تلعب جزاتك. هذا ايش؟ شو قصته؟ برا بيلعب ضد هذا، برا بيلعب مع هذا، ايش في؟ هذا بيسدد من بعيد، شو مفكر اللي على الجول حارس عماره؟ يبدو ان حارس فريق التكامل عصب ولع وبده يسجل جول وانتم مش عارفين. اوه ايش هذا؟ ايش؟ لا 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 ما تقوليش جول، تقول كيف جول وفي بر الامان ابو سروال؟ كيف؟ الله اخلاقك ابو سروال، مع انها مش فاول ولكن اعطاه فاول عشان ما يضيع عليه الهجمه. واضح جدا انه الحارس مش راح يهدى غير لما يسجل جول. يا الهي شو هذا؟ خرافي مش طبيعي. ايش يا معلم؟ لا حسدناش كنا؟ على الاغلب حسد. هذا اللاعب اللي لابس احمر ايش؟ طلع برا هالمره؟ مره بيلعب ضد هذا؟ سدد اعمل اي شيء. جول مش جول، طريقة جول.
في العارضة، والله في العارضة جت، والله تعود خطيرة من اللاعب الهكر يتقدم، ولكن الحارس أبو سروال لن يسدد، ولو حتى سدد مش راح يسجل. سدد ما هنالك مدافع، انه مدافع شرس، هو مشطوب في الهجوم ولكنه مدافع شرس. تعود خطيره من اللاعب صهيب، صهيب يحاول يراوغ، يروح شمال في يمين، يرقص في حاله. مين بترقص يا معلم؟ معلم طب اعمل اي شيء مفيد. ايش سويت انت هيك يعني انت؟ طيب ماشي برن لك عليهم. تعود خطيره جدا الى فريق يا سلام ابو سروال، حتى هو حارس بيقطعها يا بعطي بساط بس على الفاضي، فيش لعيبه زي البشر معاه. يا سلام يحاول، يا سلام يا سلام سيصنع جول. تعود من اللاعب ابراهيم حمد الله. عموما هذا اللاعب كويس، لسه بدي اقول كويس، يا سلام عليكم على المراوغات. هل سوف يعطي باص؟ الله ميسي ميسي اجدي كعب الطابق كعب الاستاذ. تعود خطيره الى اللاعب احمد جمال، هل سوف يراوغ؟ هل سوف والله راوغ راوغ، سدد وقول، سدد وقول. كيف هيك يا شباب؟ كيف تعود الى افضل لاعب في فريق التفاضل؟ يا سلام عليك، يقرط الاول، يحاول ان يقرط الثاني، ولكن يعطي باص، يفضل الباص، ولا يا ريته ما اعطى باص. الله ذاك وقع، دخل في منهل شو اسمه، منهل المي. تعود الى ابو سروال، هيا يا ابو سروال انت منقذهم. يحاول يعطي برضه نفس الغلط، اوه عادها هو، جول جول عن طريق ابو سروال، الاسطوره ابو سروال. كره مع الحارس، عموما هذا الحارس يمتاز بالشراسه والمشاكل الكثيره. ايش هذا يا شاب؟ كيف تلعب سله؟ فوتبول هذا بابا، فوتبول. مرتده خطيره لفريق التفاضل، التفاضل ولا التكامل مش عارف. يا سلام، هذا الجندي المجهول، هذا اللابس ابيض هو جندي المجهول، سوف يباصي يا الله الكعب، يا الله هذا الكعب بشوط الطابه مش بشوط الاستاذ يا استاذ صهيب. تعود الى اللاعب اللي منعرفش لحد هسه مع مين بيلعب، الى الاستاذ، يا سلام، ويرد الكعبه بالكعب. يا سلام عليك يا استاذ، تدرس كرتك يا استاذ. تعود الى صهيب، الى الجندي المجهول اللي لابس ابيض. يا سلام، زيدون، زيدون اسمه، زيدون، نعم لقد قراته على الورقه. شو صار؟ مش عارف. المهم هو اعطى باص حلو، بس هذولاك اللي معاه، اوه شو هذا؟ شو هذا؟ ايش هذا ده؟ بكيه بيول ممزوجين مع بعض، طلع معاهم ابو سروال. تعود خطيره، ابو سروال يمسك الكره، هل سوف يسدد؟ يعطي باص، يفضل الباص، يا سلام، وتدخل هدفا عن طريق الخطا. هو خطا بس مش خطا. يمتاز هذا الديربي الصراحه بالروح الطيبه والخشونه اوه شو هذا؟ ايش هذا؟ باغتني وباغت الجميع وباغت الحارس، وقرصها قرصة في الجول. الله عليك يا ابو سروال، هدف ابو سروال قلص الفارق من 10-0 الى 10-1، وصارت النتيجة 9. اوه لا 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 لا، ايش هذا؟ ايش الدفاع الهش هذا؟ هل سوف يقوم بواجبات الدفاع ابو سروال؟ حراسة ودفاع وهجوم وصناع لعب، ما هذا؟ انظر 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 انظر، هل سوف يراوغ؟ هل سوف يراوغ؟ يوو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 و
مشكلة. 20 دقيقة على نهاية المباراة ولا زال فريق التكامل متقدم على فريق التفاضل. يا سلام، بر الأمان، ولك بتشوط على حارس وكافة، هذا عنده تاريخ هذا الحارس، هذا أين الحارس؟ لا أرى إيش فيه، ما صار دربكة، راحت مرتدة، صايب يطلع في الطابة، اركض يا أخي اركض، أنت خسران يا أخي، خسران 10-0 يا أخي، اركض يا أخي بشان الله. يا سلام، سدد، لا حول ولا قوة إلا اللاعب الهكر منفرد، أين الرقابة؟ أين الرقابة؟ لا يوجد رقابة، يا سلام يا سلام، بر الأمان، بر لا 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 لا، تقنعنيش، تحكي ليش، تخبرنيش، يعطي باس، يا سلام إلى اللاعب اللي بعرفش، ماي جاد، جول، أحمد جمال يتلاعب بالدفاع، أحمد جمال يتلاعب بالدفاع، سدد، يا الله، حتى وهو قرفان حاله يصد الكرات، ما هذا ذا؟ إيش الحارس الخوف؟ سدد، بتسقط؟ بالله يا احمد جمال بتسقط في ابو سروال. فريق التفاضل بحاجه الى هدف لكي يعدل النتيجه وتصبح اصفار. يا سلام، الله عليك يا ميمي، سجل جول وباغت الحارس القصير المكير ميمي، يسجل هدف التعادل ولم يحتفل، لماذا لم تحتفل يا ميمي؟ سجل هدف التعادل في الدقائق الاخيره ولم يحتفل، الله على الثقه، الله على قوه الشخصيه. ثواني معدودة وتنتهي المباراة، من سوف يسجل هدف الفوز؟ هل هو الحارس؟ يسدد، ولكن تطلع برا، نط شوف الراحة، والراحة لا تفقع في الشارع، يستر عرضه، نط على الشبك نط زي القرود، شوفوها وين راحت،
راحت الطابة، ولكن انظروا انه افضل لاعب في المباراة، نجم المباراة بكل تأكيد هو ابو سروال. والى هنا تكون قد انتهت مباراة درب الغضب بين فريق التفاضل وفريق التكامل. اعود اليك صديقي او زميلي محمد سعدون الكواراري كواري. نشكر المعلق ابو سروال بلس لتعليقه على مباراة درب الغضب. لقد استمتعنا كثيرا. اذا كنتم تريدون ان تستمر هذه السلسلة إذا كنتم تريدون استمرار هذه السلسلة، نتمنى منكم توصيل الفيديو إلى 70,000 لايك لكي نتشجع لتصوير مباريات أخرى. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.